السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي من جديد. كنتمنى انكم تكونوا كاملين لاباس وباحسن حال. اذا كنتم قلقين وماشي لاباس، just smile and live the life. ابتسموا وعيشوا الحياه، ابتسموا وعيشوا الحياه. اليوم الفيديو غادي يكون تقريبا غضحكوا فيه عليا، وانا نبقى نشوف فيكم كضحكوا عليا. الفيديو ديال اليوم هو نوريكم تصاوري ملي كنت صغيره، اولا تصاوري الخايبين اللي كنت شوها فيهم، وتصاور صغار يعني في السوق، تصاور عاديين وتصاور خايبين. ليتس جو. هادو هما التصاور كاملين، وانا نصورهم لكم ونحطهم لكم في المونتاج تماك هنا هنا هنا. غنختار التصوير اللي كنت فيها باقا صغيره. دابا غندير تسلسل من انا صغيره وغادا كنكبر وكنكبر وكنكبر. ايوا فين هي اصغر وحده فيهم؟ هادي هي اصغر وحده فيهم، باقا بيبو، باقا صغيره زوينه. و يا رمانه انا هادشي كان عليا نديرو قبيله مكنحشمش. التصويره الاولى هي هادي هنا. كنت المهم حيت اللورا اكيد جميع المغاربه وجميع الناس كيكتبوا اللورا شنو كاين زينب فينلاند. المهم هنا كنت صغيره وكنت ناعسه في المنطقه كما كتشوفوا. انا شنو غنقول، انا ما عقلاش. المهم هذه هي الصوره الاولى. يا شو كنت بيضه، شو دابا كي وليت سمراء مسموريه. الصراحه سموريه زوينه. يا الصوره الثانيه هي هذه، وبحلقوا في السقف. كما كتشوفوا كنت زوينه تبارك الله ما شاء الله، ولكن في الغدا وغدا تشوفوا الكوارث بشويه بشويه. هاد التصوير فن 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 فن، عجبتني حمقاتني. هادي كنا في مصر انا وبابا، هاد الصوره انا وبابا، ولكن ما غنوريكمش بابا، غنوريكم انا بوحدي. ها غيبان لكم ايدين ديال بابا. المهم يا كنا ديك الساعه في شرم الشيخ. ها كاس بابا وزع زينب شرق الشام، شرم الشيخ، شرم الشيخ. هاد الصوره هادي كنا واعره بزاف الفنون. شحال كنت سفليونا تبارك الله ما شاء الله. هنا كنا في هاد العماره هادي، هادي كنا ساكنين فيها في فنلندا هنا. اوكي وكان هنا الصيف، حيت فنلندا كاين واحد القطب، القطب الشمالي ولا الجنوبي ما عرفتش، المهم ما عرفتش. المهم يعني كيكون ظلام بزاف، وصيف كيكون وقت زوين في فنلندا. ايوا وغدا خرج الزنقه نستمتع. وكنت جاره هاد الكروسه هادي، كنت فرحانه بها ما كتفاقنيش. هاد التصويره عاوتاني في الثلج، وقت الثلج المكبوطه قدام الدار، قدام الدار يعني كاينين عمارات بزاف، وكاين قدامهم واحد البلاصه بحال ملعب بحال هكا. شي اللي كاين في 2003 هاد التصوير. التصويره المواليه غدو كنتشوه كما كتشوفوا. ما عنديش شعر حيت حسنتو بالطبع، وحاط حدايا السكاته وناعسه ورجلي باينه والحاله حاله، ومساكن ماما ومعت بابا ما لقاو ما يديروا ما يصوروني. المهم تقولوا دري وصافي. واخا هكا كان عجبتني التصويره. الصورة الموالية غدا كنكبر، وهاد البيجامة عجبتني بزاف، هاد الكلب هذا. وهاديك اللي حدايا اختي مروة، قولوا تبارك الله ما شاء الله. اختي مروة وشعري طالع للسما. وهادشي بداية الكوارث هنا، ما عرفتكم كاتبين زينب زائد مروة هيرتون ميامي، هيرتون ميامي، هيرتون ميامي، ما عرفتش فنلندية ما قلت عليها والو. هاد الصورة هاديك شوها حتى هي غدا كتكبر. كنت مع تشطر ليا في نيفي، وصراحة هاد الصورة عجبتني خصوصا هادشي اللي لابسة انا فن. شو مروة حتى هي بحال راسها ماشي مع جسمها. البوت قشر غادي نكيك حالو. هاد الصورة عجبتني. ندير لها بوتو يلا. الصورة الموالية كنا في العيد الفطر، ومع فنلندا ما كندوزوش العيد حيت ما كايناش عائلة. المهم لبسنا تكاشط انا واختي. كاينين جوج تصاور، كاين هادي وهادي، راح نحطو لكم جوج في الشاشه. شوفوا ها انتو شفتوا الشعكاكه، ها هي بدات كتنوض. صافي انا وهادي مروه اختي. ومروه عمركم شفتوا فيديوهات، ان شاء الله من وصلوا 10000 غدا تبان، من وصلوا ل 100000 لا ماشي 100000 مليون غتبان ماما، من وصل المهم جد المليون يبان بابا، ولا يقدر بابا يبان من هاد الشهر شكون عارف، الله اعلم. نعم هنا كنا عيد كبير، وانا لابسه ماشي عيد كبير، عيد صغير، عيد الفطر، ولابسه تكشيطه ومروه لابسه قفطان. صافي وعيشين اجواء العيد، واخا ما كانوش اجواء العيد.
هنايا انا ومروة، انا اللي لابسه الغوز ومروة اللي لابسه البني كتمة بنية، وانا لابسه بيجامة غوز. وهذيك البنت صغيرة سونيا ديال صاحبة ماما اللي هي جزائرية، وهنا كنا في بلجيكا حيت هي كانت عايشة في بلجيكا هي وراجلها وبجوج بناتها سونيا اللي هي هادي ومعات وحدة اخرى نسيت. هنايا لوفا لو موف شنو هاد الشيء؟ وقال هاد البلاصة سميتها هاد السمية. ها الصورة الموالية في إفران ما بيناش بزاف، خاك غنصورها لكم. حدا داك الأسد اللي مشهور اللي كيكون فيه تلج بعض المرات، مرة فيه الربيع كل مرة وشنو فيه. أنا ومروة يا ولابسين هاد الجب المسخ، الحوايج المسخين. أنا اللي حوايج مسخين، مروة لا، مروة كانت منيونة تبارك الله ما شاء الله. الصورة الموالية في إسبانيا وديال واحد الحالة ديال ماشي شماكية ديال التشرد المتشردين، بحال المتشردة. الله هياري. ومروة كتبكي حيتاش انا كيصورني بابا قدام مرات بكي، مروة كيصورها بابا انا كنبكي، كنبغيو يعني كنبغيو بابا يصورنا بوحدنا ما يصورهمش هما. كنا مشينا من طنجة لاسبانيا في الباطو صافي تشلي كاين، وبقينا فيها نهار كامل من صباح حتى الليل ورجعنا لطنجة. دابا ندوزو الشوها اللي اكبر شوها من كبرت ومين رجعت من اسبانيا ومين فات الفوق ماشي فات الفوت غدا، يعني هادي اكبر شوها غتشوفوها دابا. هادشي جيب بيستي غير تشوها. او ماي جاد هادشي اللي نشوفها راسي. حاليا عندي 5516 يا اوه اي لاف يو الله اي لاف يو جايز سو ماتش. 5517 ثانك يو فور يور سبورت. عرفتي لاحظت من انا كنلوح فيديوهات وكنصور بزاف عاد القناه كتكبر، يعني الغلط مني انا الذنب ديالي ان القناه ما كبراتش حيت ما كنلوحش فيديوهات. درا خاصني نلوح فيديوهات ودير تحدي نبقى نلوح من دابا يوم ماشي يوميا تقريبا يوميا حتى 2017. المهم يلا نشوف التصاور ونشوفو شويه. جيت نشوف الكاميرا لقيت دابا قربت التالي راه شارج دونك خاصنا نسربيو. التصوير طاحت. اوكي ها ليتس جو بيبي. عاتي هاد التصاور ما كانوش عندي في بيسي، كاينين في جوجل. هاد التصاور كاينين في جوجل وما تمشوش قلبو قلبو، لكن ما تيليشارجيوهمش ما تلوحوهمش. كاينين في جوجل حيت لحقتهم شحال هادي في كونت جوجل ديالي وبقاو تماك. اش ندير صافي واخا نحاول نمسح ما غيتمسحوش يا وداكشي. وفيما كتكتبوا زينب كوتن كيخرج لكم داك العجب، داكشي علاش في الاول كنت دايره زينب شانيل ماشي زينب كوتن باش ما تمشوش تقلبوا عليهم. ولكن في الاخر قلت غيبان التصاور غيبان والله ما ندير سميتي. عرفتوا كيعصبوني هاد الناس كيجيو من الدرب وكيبقاو غادي نطو وكيخرجوا من الدرب، علاش ما يمشوش من الهياب لما يدخلوا للدرب ويصدعوني. المهم الصوره الاولى اللي هي اكثر شوها من داكشي كامل اللي وريتكم هي هاد الصوره. هاد الصوره كيكون عند راسي بلي انا راه كنصور تصاور زوينين وصافي ودايره النايفيه معايا. لحيت ديك النايفيه بلاش وشوفوا سناني كانوا عوجين، ما كنتش ديك الساعه كانوا النياب ديالي طالعين الفوق وداكشي يعيف. عاد درت لي باك، درت لي باك 7. الا مشيتوا لاول فيديو في القناه غتلقاوني دايره فيه لي باك، دايره فيه تقويم اسنان ودرتهم في 7 وحيتهم في 8. نعم المهم هاد الصوره هذيك صورتها في هاد الدار نيت ماشي الدار القديمه. عند راسي كنصور تصويره زوينه الساعه للاسف ما زويناش. دابا نتوما كيكون عند راسكم راه كتصور تصاور زوينين حتى كتفوت مده وكتلقاو راه داكشي اللي صورتو راه كارثه. هاد الصوره هادي انا عجبتني وماشي شوها. كنا في البلاد ديالنا يعني في بلادنا البلاد اصلا هذه بلادي المغرب يعني البلاد جذور ديالنا منين من افرا. هنا في البلاد ديالنا اللي هو افرا كنت لابسه هذا الشيء وعجبتني التصويره. كنا غاديين لواحد البلاصه سميتها تيمدوين وغاديين مع الناس والبنات ماشي الناس البنات صحاباتنا، كنا بنات كنتجمعوا كنخرجوا كنطيبوا رفيسه تماك وكيجي داكشي زوين. المهم هاد الصوره الموليه اللي هي اكثر شوها من حيت هذيك الصايه ومن تعكك شعري من بعد الشوها وبلا بلا بلا حيت صندالتي تماك. وتماك هي البلاصه اللي كنا غنمشيو لها سميتها تيمدوين، كتكون واحد الهبطه طويله وكاينه واحد البحيره لتحت والجبل وداكشي زوين. المهم شو الصوره الموالية في الجامع ديال البلاد ديالنا وكنت كنت عوج هكا مانكان بلا بلا سعره شو وهاديك ساي اللي لابسه هي ساي ديال البلاد يا. وهاد الصوره عاوتاني عند راسي كندير شي انجاز رائع من بعد هاد الصوره ولا حتى في الفيسبوك وبقات في الفيسبوك. ولكن الفيسبوك دابا نجي نقلب على الفيسبوك القديم ما كنلقاش فيسبوك ديال القديم، بقى نحيدو الفيسبوك حيت ما دخلتش ليه بزاف. المهم
وهاد التصويره هادي لابسه فيها الموف ومهبطه راسي في هاد الدارنيت مهبطه راسي هكا وحنا الحناكي دايرين هكا يعني حناكي سميتها نازلين داكشي علاش كيبان وجهي غليظ كيبان وجهي عامر عين لوكفات in this picture يا حيت مهبطه راسي وكاع اللحم هابط. هادو ما تصاور وهذا هو فيديو اليوم كنتمنى يكون الاعجابكم عجبكم ديروا جيم ما عجبكمش قولي لنا علاش ما عجبكمش وديروا ديزلايك باش نعرف ما عجبكمش ماشي فقط ديروا ديزلايك حيت نتوما كتكرهوني ما تشوفونيش. المهم شكرا على حسن المتابعه باي جايز. اوكي I love me I love